مور، شو صار؟ عمين له الجسة وغيره؟ أنا عم ناوب عن الشباب، عم راقب، بس انتبه ليشوفك. ولا يهمك. يلا مدحت. طيب طيب، ليكني اجيت. ايه والله أهلين. موبايلك مثل موبايلي، ما بيسكت أبدا. فضلنا شوي. سكرته، والله سكرته، ما في تليفونات. يلا تفضلوا، أهلا وسهلا فيكم. صحة وهنا. كأنه صوت موسيقى، ما؟ منين هالصوت؟ خليل. أها. وشو عرفك إنه هو؟ هو اللي قال لي إنه بيعزف هارمونيكا، قال لي إنه العزف هوايته. أها. شي ظريف. لو نفتح المطعم بالليل يا لميس، صار عنا برنامج موسيقي. ليش وقف؟ شو رأيكم نكتب له طلباتنا على المحارم؟ مبين على هالشاب آدمي، وبن عيلة كمان. والله مبين من شكله، لطيف ومهذب. شكراً، الحلويات منيحة مشان حليبك. أمي أصلاً ما عندي حليب. آخ. وبنتي تعودت على الببرونة. ضيفية لميرنا. شكراً. مو لازم ننزله لخليل صحن؟ اي والله ليش لا، خليه ياكله لقمة. صبحي ابني لو سمحت ودي له هالصحن للشب. اي على عيني. لا انت كمل اكلك، انا بنزله اياه، اصلا انا شبعت. طيب تسلمي، بوصله اياه وبرجع. ماشي، ديري بالك وانت نازلة على الدرج. رح تتصل بأهل ميرنا؟ طبعاً، رح أقلهم إنه ميرنا عنا حتى يتطمنوا. بابا لو بتحكي بالأول مع ميرنا بلكي ما بده يعرفه. ميرنا؟ هاي من خالة لميس. ميرنا، لا تتركيني مرة تانية. اصحك. اشتقت لك. ميرنا، إذا كانت جاي لهم بدون ما يعرفوا، الله أعلم شو بتكون حالتهم هلا. بيكونوا رح يموتوا من خوفهم عليها.
الليلة فيني نام. وأنا خليل ما بقدر طول عندهم، هن مفكرين إنه رح أرجع على الضيعة. ملتقينا ما عاد مهم، منلاقي غير محل، فينا نلاقي غير شغل. خليكي ما فيني طول، بخاف ينتبهوا علي. خايف لا سمح الله يصير شيء ونكون مسؤولين. مزبوط، اتصل كمال، اتصل، لازم يعرفوا وينه، مو ناقصنا مشاكل. انتو أدرى. اي مزبوط، اتصل. الو الو، مرحبا، عم اتصل من اسطنبول. انا كمال بدر. ما عرفتني؟ كمال بدر. انت الاستاذ؟ طبعا تذكرتك. هات لحكي، اعطيني التليفون امي. ايه 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 مزبوط، تذكرتك. انت ببرلين هلا؟ اعطيني التليفون بقى امي دقيقه. انا باسطنبول. أنا اتصلت فيك لخبرك. قلت لك عطيني التليفون يا حسن، هات. لا تقلق على ميرنا. ميرنا عنا. حسن عطيني التليفون. ميرنا بنتي عندكن؟